نقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، تحت عنوان المتحور والدرس المستفاد. وقالت أبو الفتح: إحساس بالقلق بدأ يعود إلينا هذه الأيام بسبب ما يتردد حول متحور كورونا الجديد المسمى EG5 أو إيراس، كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية. الحمد لله أن أعراضه أخف وأقل خطورة. الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية أعلن أن الحالة الوبائية للفيروس، وقال إنه يجب أن نفرق بين إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء اعتبار كورونا جائحة وبين وجود الفيروس نفسه، فهو مستعد للانقضاض في أي وقت ولم ينتهي. وزارة الصحة أعلنت عن رصد حالتي إصابة بالمتحور الجديد الذي ظهر في عدد من دول العالم، وهو سريع الانتشار وخطير في أضراره، فطبيعة كورونا الغدر والهجوم المفاجئ مثل كل الفيروسات التنفسية بشكل عام. كيف نأخذ حذرنا ونقي أنفسنا من هذا الفيروس الجديد؟ صحيح الأعراض خفيفة، ألم بالحلق، تكسير خفيف بالجسم، زكام ورشح وارتفاع بدرجات الحرارة، ويتماثل المصاب للشفاء لكن بشرط الانتباه وأخذ الاحتياطات اللازمة. فقد أثبتت الدراسات أن المتحور الجديد أكثر انتشارا لكن خطورته تقل مع الاحترازات الصحية مثل الكمامة وتجنب الزحام، ومع الانتباه والاحتياطات وعدم الاستهتار تنتهي الإصابة خلال يومين، مع ضرورة الاستعانة بالأدوية التي تساعد في خفض الحرارة. صحيح لا يوجد مضاعفات خطيرة أو وفيات أو قلق أو داع للخوف، فلا توجد أي حالات جرى احتجازها داخل المستشفيات أو الإبلاغ عن حالات خطيرة، لكن لهذا السبب نفسه يجب عدم الاستهانة، ولابد من عودة الحملات الصحية وتفعيل منظومة التطعيم بلقاحات كورونا، وضرورة الحصول للفئات الأكثر خطورة من أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام ونقص المناعة وكبار السن على جرعة معززة. أتمنى أن تكون المستشفيات والقطاعات الصحية لديها اليقظة في ترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية، والاكتشاف المبكر لمسببات المرض، والتذكير بعوامل حدوث العدوى وطرق الوقاية منها، وأخذ مساحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة، وعمل فحص للأنفلونزا وكورونا والفيروس التنفسي لجميع العينات، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض. وعن نفسي أضع نصب عيني حجم الهلع والإصابات السابقة، لا أعادها الله، فأشعر بأنه لا تراجع ولا استسلام في اتخاذ كل الاحتياطات، شرب السوائل، ارتداء الكمامة في أي زحام. وقانا الله وإياكم شر الأمراض وحمى مصر من كل مكروه. رجعنا تاني لموضوع كورونا، أو مش كورونا بقى دلوقتي، بقى متحور جديد الإي جي 5 ده بقى اللي هو جديد. الناس يعني عمالة تقول لك تاني، هرجع تاني للموال ده، خاصة انه ابتدى يظهر دلوقتي وابتدى ينتشر في العالم دلوقتي، احنا لسه ما دخلناش على الشتاء، والشتاء يعني خليني اقول انه فصل الامراض، يعني خاصة الامراض التنفسية. يعني صحيح استاذة الهام عمالة تقول ان اعراضه مش خطيرة وانه هو خفيف، بس لازم ناخد احتياطاتنا. لكن الناس تجربة كورونا مخليها مش قادرة تتخيل ان انا يدوبك ده انا لسه مخلصة كورونا ما بقليش سنتين بالضبط. ادخل في اللي بعدها على طول. يعني شايف حضرتك هل دي يعني زي ما بيقال، الله العالم، يعني الواحد برضو مش قادر يعرف، زي ما بيقال هي حرب بيولوجية على الانسان، ناس تانية بتعملها ممكن، لانه هو بس يعني الجزء المتفائل في هذا الامر ان الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحية كان نفى انه وجود هذا المتحور او وصوله الى مصر، وبعدين وزارة الصحة اعلنت انه ما فيش غير حالتين فقط، وده مؤشر ايجابي يعني، لانه فعلا الناس استوعبت انه يعني درس كورونا كان درس يعني قاسي جدا، مش لنا لوحدنا، لكل دول العالم. واحنا شفنا
كل الدول أغلقت أبوابها أمام الناس، وإحنا كمان يعني مرينا بظروف صعبة وأثرت على حياتنا تقريبا، غيرت شكل الحياة في الكوكب زي ما وغيرت من طباع الناس لأنه أولا أخطر الفيروسات هي الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي. فطبعا أنت زي ما حضرتك أشرتي أنه إحنا داخلين على موسم الشتاء، وهو موسم إصابة البعض بالفيروسات الخاصة الجهاز التنفسي والإنفلونزا والزكام والكلام ده كله، ده مرتبط بفصل الشتاء. فالنهاردة إحنا بالفعل يجب أنه يكون في احتياطات، وحتى لو المتحور الجديد مش بنفس القوة اللي كانت قبل كده، لكن احنا برضو علينا دور انه نواجه ده وما نستهترش، لانه الاستهتار احيانا بيؤدي لمشاكل صحية. فالنهاردة لما يكون الاصابة بسيطة، لا نبدأ اولا المقاومة او العلاج او الوقاية. فالوقاية لما بيكون مثلا في اماكن تجمعات او ازدحامات او الكلام ده، ما فيهاش مشكلة ان احنا نلبس الماسك تاني، ما هوش مشكلة. لكن يعني انا مثلا بشوف ناس لما بنروح نصلي الجمعة مثلا، كل واحد واخد السجادة بتاعته وأثناء التجمع بيلبس الماسك، فدي ظاهرة إيجابية، لأنه ده تعلمناه من الفترة القاسية بتاعت كورونا، إن احنا أجبرنا على بعض التصرفات اللي ما كناش معتادين عليه. فالنهاردة إنه المتحور الجديد لو اتعاملنا معاه بمنتهى الجدية هيكون أثره خفيف جدا، وأثره السلبية كمان هيمكن تلافيها، يعني إنه نعرف نواجهها. وبنتمنى السلامة والشفاء لكل الناس، يعني إنه ربنا يجنب مصر ويجنبنا كلنا أي سوء يعني. يا رب. خلينا